أكيد أنه سعر 1507 اللي خلى لبنان يكون عنده وضع اقتصادي واجتماعي جيد خلال 27 سنة. هالسعر هيدا ما عاد واقعي اليوم. هلا هو الاحتياط الالزامي بحدود ال 12 مليار و500 مليون دولار، والموجودات اللي عندنا اياها السائله بالخارج يعني اللي بتقدر تتحول لدولار خارجي هي بحدود ال 14 مليار دولار. هيدي باستثناء الذهب.